لمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا هاتفيا مستشار وزير الزراعة للتغيرات المناخية دكتور محمد فهيم. يعني كيف قرأت كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي أمام منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي وما حملته من رسائل؟ بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا جزيلا على إتاحة الفرصة. أن حدث اليوم هو حدث مرتبط ارتباط وثيق بقضية التغيرات المناخية، وأيضا باستضافة مصر ورئاسة مصر المؤتمر الأطراف للأمم المتحدة في دورته رقم 27 إن شاء الله يكون في شرم الشيخ الفترة من 6 ل 18 نوفمبر. كل ما دار اليوم في المنتدى مصر الثاني للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي يدور حول حشد التمويل اللازم لمجابهة قضية أو مشكلة أو تحديات تغير المناخ. تحدث المشاركين في المنتدى، وكانت مداخلة السيد الرئيس واضحة في هذا الاتجاه، حيث أشار سيادته أن مسألة التغيرات المناخية هي مسألة مهمة وهي قضية وجودية كما أطلق عليها سيادة الرئيس في حوار بيترسبرج في برلين الشهر الماضي، وهي فعلا قضية تغير المناخ قضية وجودية، لأن التأثيرات المتلاحقة وغير المعلومة وغير المفهومة أحيانا للتغيرات المناخية بتكون خارج حدود التوقعات. فكثير من الدول وهي الدول المسببة لظاهرة التغير المناخ، الدول الصناعية الكبرى المشاركين زي ما فخامة الرئيس اتكلم عن 80% من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، دول في معظمها في مناطق معتدلة مناخيا، فكانت بعيدة عن التأثيرات المتلاحقة لتغير المناخ والتقلبات المناخية الجامحة وغيره. وجدت نفسها هذه الدول خلال سنوات قليلة أنها في وسط معمعة التغيرات المناخية، فبالتالي أصبح الاهتمام المتزايد لقضية تغير المناخ في وجدان وفكر كل دول العالم. يعني الجملة دي جملة قالها سيادة الرئيس في مداخلته اليوم، أن الاهتمام بقضية تغير المناخ أصبحت تشغل العالم فعليا، لأن أصبحت مشكلة كبيرة تستلزم الحل، بحيث أن يتم التعامل مع هذه القضية اليوم أفضل 1000 مرة من أن يتم التعامل معها غدا وهكذا، لأنها قضية متراكمة ومتراقبة وتأثيراتها دائما تأثيرات كبيرة جدا. سيادة الرئيس أشار كمان لأن جهود التكيف بتعاني في الأصل من نقص التمويل، تغيرات مناخية، دول مسؤولة عن هذه الظاهرة وهي دول صناعية كبرى واقتصادياتها تتحمل حتى الضغوطات التي تحدث بسبب تغير المناخ، ولكن دول أخرى غير مؤثرة في الظاهرة وليس لها ذنب لا من قريب ولا من بعيد، هي دول متأثرة فقط. فيجب أن يكون جهود عمليات التكيف مع تغير المناخ تتناسب مع ما تسببه هذه الظاهرة لهذه الدول. فأشار سيادة الرئيس أن 20 دولة المسؤولة عن 80% من انبعاثات أو من مساهمات الدول في غازات الاحتباس الحراري، يجب أن يكون هناك رؤية شاملة لدعم الدول المتأثرة وفي القلب منها طبعا الدول الأفريقية، لأنها الدول الأفريقية زي مصر دول غير مؤثرة هذه الظاهرة ولكنها متأثرة وبشدة. نهاية يعني مداخلة السيد الرئيس اتكلم على اتفاقية باريس، وتم التأكيد على ان يعني ما تم الاتفاق عليه في اتفاقية باريس تم التأكيد عليه مرة اخرى في جلاسكو العام الماضي في كوب 26، وان شاء الله متوقع بناء على كل هذا الزخم ان يتم ترجمة كل هذه التعهدات الى التزامات على ارض الواقع في الكوب 27 اللي هيكون في شرم الشيخ ان شاء الله. دكتور فهيم، يعني كيف ترى اهميه منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الانمائي وفرص تحقيق المستهدفات، خاصه كما ذكرت ونحن في انتظار كوب 27 في نوفمبر؟ منتدى التعاون الدولي او منتدى مصر في نسخته الاولى كان بيركز اكثر على المشروعات التنمويه وعلى المشروعات التي تستهدف الدول التي تعاني من مشاكل اقتصاديه نتيجة الأزمات المتتالية. منتدى هذا العام يركز بالأكثر على قضية تغير المناخ، وده طبعا له علاقة كبيرة باستضافة ورئاسة مصر لمؤتمر الأطراف رقم 27. المؤتمر المنتدى اليوم كانت رسالة تحت واضحة جدا لكل قادة العالم، كأنه
عبارة عن بروفا لما سيحدث في مؤتمر الأطراف، مؤتمر الأطراف للتغيرات المناخية، بيناقش كل ما له علاقة بتغير المناخ بما فيها التمويل، بما فيها التمويل الإنمائي بالتحديد. فلما يكون كأننا بنعمل بالضبط مؤتمر مصغر قبل مؤتمر الأطراف اللي هو في خلال الثلاث أيام، اليوم وبكرة وبعد إن شاء الله، ده معناه أني بيحط النقط على الحروف عشان ما ناخدش وقت كتير في هذه المفاوضات وفي الكلام اللي له علاقة بالتمويل في الكوب، لعل أنه الدول تعرف التزاماتها وواجباتها ومسؤوليتها تجاه ما يسمى بالتمويل المناخي. دكتور محمد فهيم، مستشار وزير الزراعة للتغيرات المناخية، شكرا جزيلا لك.